كان الحجر الصحي يعني نوعا ما حبس يعني الوتيرة هذه. وزيد نأكد وزيد نهنيهم باللي الإدماج نتاعهم يكون ويكون يعني بزيد نوعا ما بعد ما يفوت علينا إن شاء الله الوباء هذا راح الوتيرة تكون يعني تكون سريعة أكثر من الوقت الحالي اللي الغالب كان مع هذا. وزيد نأكد باللي حتى من ظرف يعني الوقت الصعيب بالنسبة للحالة المالية، ولكن الشباب هادو يكونوا كامل يكونوا إن شاء الله يندمجوا. بالنسبة نقدر نقول باللي دركة حاليا كان أكثر من 12,000 منهم اللي اندمجوا، يعني ولو الوقت هذا يعني صعيب اندمجوا، والوتيرة راح تزيد أكثر بالنسبة للدي اي بي. ونذكر بالنسبة للدي اي اس اللي كانوا في وسطهم كان دي اي بي اللي كانوا على مستوى وزارة التضامن، خدينا منهم أكثر من 40,000 للآن صبحوا داخلين في الاندماج باش يدخلوا في الاندماج تاع الدي اي بي.